شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ استمرار رفع مياه الأمطار التي هطلت على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وانتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار. وأعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء. أثناء نزول المطر بننزل بعربات الكاسح وعربات شفط الرواسب وجميع العربيات، ننظف الشوارع من المي وبننظف غرف المطر عشان تستوعب المية اللي جاية من مية المطر. كلنا بنبقى مستعدين وبنجروا كلنا بنشتغلوا على أجمل وجه وبنسلكوا المطر بلعات المطر وبنبقى مستعدين بعربات الكسح والشفط. تعلم تماما ان في تعاون بناء دايما بيننا وبين المحافظة ومجلس المدينة في عملية نسح الأمطار مياه الأمطار من الشوارع، بيبقى فيه تعاون مسبق لتطهير البيارات الصرف الصحي وغرف المطر صفايات المطر قبل موسم الشتاء. طبعا بيتم العمليه ديت وبتتم طبعا خلال بعد كل نوه شتاء بتتم طبعا تطهير زي ما سعادتك شايف عربيه شفط الرواسب بتبقى معانا تباعا، بنفتح غرف صفات المطر بالكامل، اي رواسب نازله فيها بتبدا نشدها عشان تبدا تستوعب كميات المطر اللي نازله عندنا.